لما التقيت يوم شافونا بذلوا مجهود اكثر يفتقرون اكثر ويبذلون مجهود عشان نفشل احنا عشان نفشل مهمتنا. انت تعال بعدين الشغله الثانيه من يقول لك اذا احمد الفهد ولا طلال الفهد يحس انه بينه وبينه شيء شخصي ترى مشكلته الله صحيح. يشهد انه ما بينه وبينه شيء شخصي ولا عندنا امور شخصيه جايين عندنا واعج رياضي لشبابنا ان نرفع الايقاف على الكويت. امم تدري شنو اللي صار الحين ابراهيم بالكويت؟ منو ضد احمد الفهد ومنو وياه؟ للاسف اي والله صار وصلنا لهالدرجه. يلا خلينا نطالع منو احمد الفهد ومنو الكويت صارت على شخص واحد تعيش اللي قاعد يصير والامر شخصي. احمد الفهد بطل برا عدل وياه ما اقول لك ساعه واحد يقول لي والله عنده قوه عنده قوه واحنا نقول نقر عنده بالاتحاد الدولي قوه لكن استخدمها حق مصلحه الكويت ولا ضد الكويت؟ مربط الفرس هني ان استغمل قوته احنا ما هذا خلافنا عنده قوه احنا وياك عنده قوه برا وعقلنا له وصفت لك منه القوه من عليه بس مشكله احمد الفهد يبي يصير يبي قوته ويصير بطل هني بالكويت حلو. هني بيصير هناك كله برا صاير وبعدين شنو اللي هذا استقل قوته بشنو؟ مضره الكويت ولا رفع الايقاف ولا استمرار الايقاف؟ هذا هو اللي نقول انه استعمل قوته في اثبات الايقاف علينا ولا عندنا بينه وبين بين شيء شخصي. يقول لي واحد يقول لي والله يولع له سيجاره يجيب له ثواني لا لا هذا اللي صار خل اقول لك يولع له سيجاره يجيب له ثواني صوت انتم شنو يقول عنا احنا؟ زين حلو هذه إدانة حق أحمد الفهد ولا إشادة؟ هذه إدانة حق أحمد الفهد عندها القوة وما استعملها للكويت لصالح الكويت. أنتكم قاعد تدينونه وأنا أقول حق أحمد الفهد وطلال الفهد عدو عاقل أفضل من صديق جاهل. هذا اللي دار مداركم مشكلة اللي دار مداركم مشكلة لأنه أصدقاء بس جهلة. عدو عاقل أفضل لك من صديق جاهل. دزول شيخ طلال دزول اثنين أكو واحد من الأندية واحد زين واحد مو زين نقل لي مو زين ليش زين محسوب على ذيلاك الحين طلع شو مسوي بشيخ طلال ما مو قاعدين ينصحون اللي دار مداره هذا والله اقسم لك ان اللي قال لي هالكلام ان هذا شنو اكو واحد عنده بالاتحاد القدم بعد ماني ذاكر اسم اللي قال لي لا يصير بعد نميمه يقول انا قلت لك شيء انت قال شنو هذا اكو واحد وياه بالاتحاد مينون هذا طلع واحد قلت له لا والله قلت له تلوم هذا المينون قلت له ليش ما منو المينون بالي؟ يعني والله قال لي بهالكلام قال واحد من احوال الاداره والله قال لي الكلام قال هذا شلون؟ قلت له لا شوف ردي انا اول شوف الرد قلت له لا والله تلوم المينون قلت له ليش ما تلوم نفسك؟ انت مو من دار من اللي دار مداره ليش ما نصحته؟ قلت له انتم هاي مشكلتكم ومشكله الشيخ احمد الفهد والشيخ طلال الفهد ان 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 اللي دا انتم دار مدارهم مو قاعدين تصحون لان انتم عبالهم انتم اصغر احنا اصدقائهم اللي نقول لهم الصج احنا ربعهم يا الشيخ احمد يا الشيخ طلال احنا ربعك ترى اللي نقول لك الصج اما هذا اللي دار مدارك اللي يبون مصلحتهم لان يدروا اذا انتم طرتوا طاروا وياكم وارد اقول عدو عاقل افضل طيب. من صديق جاهل هذا اللي قاعد اقوله وين جير هذا خلنا بعد لا نطلع اكثر من شيء واحنا انا جاي اليوم بعد على جاي اليوم على اللي يسوونه في صف ضد احمد الفهد طلال الفهد ايش قاعد اللي يسوونه هذا اللي مو حاسبين على احمد الفهد طلال ايش كمل تريح ايش يقول يبي يفشلونا يبي يفشلون الوفد الشعبي هذا الطرف الثاني محسوب المفروض محسوب علينا يبي يفشلنا هالوفد الشعبي راح لاوك بالنادي عندنا وقالوا لي اسامي واحد واحد يبي يفشلونا انا ما نذاكرهم الحين يبي يفشلونا بدال ما يروحون حق اللي يوقف الرياضه وهذا يصير الرمي عليه لا يبي يفشلونا احنا صار همهم يفشلونا احنا شيء مستقل. ما ادري حسد ما ادري شو توصفه ما ادري حسد على شنو انا ادري على شنو على الرحله والطاقين والحين نفس الازمه اللي عايشين فيها اي حسب الله هذا اللي صار الحين همهم اللي معانا يحسب المفروض يحسبون همهم طيب. شلون يفشلونا احنا طيب هذا همهم.